تجربة تعيين زمن الفي بي. الغرض من التجربة يبين هذا الفحص طريقة تعيين زمن الفي بي للخرسانة ذات التشغيلية الواطئة جداً والخرسانة ذات التشغيلية الواطئة. الأدوات المستخدمة: جهاز فحص الفي بي يتكون من حاوية ذات شكل أسطواني وتحتوي على مقبضين وتثبت على المنضدة الهزازة. قالب على شكل مخروط ناقص مفتوح من نهايتيه. قرص شفاف مثبت على قضيب ينزلق بصورة عمودية من خلال مقود مثبت على الذراع الدوار والذي يحتوي على قمع مثبت فوق المخروط. منضدة هزازة. مغرفة صينية خلط. قضيب رص. ساعة توقيت. طريقة العمل: نحضر عينة من الخرسانة الطرية كالتي تم تحضيرها في تجربة الهطول. نثبت الحاوية على المنضدة الهزازة. نضع المخروط داخل الحاوية بعد التأكد من نظافته وترطيبه. نضع القمع فوق المخروط ونبدأ بإملاء المخروط بالخرسانة بثلاث طبقات وترص كل طبقة 25 ضربة.
القرص الشفاف فوق الحاوية. ويحفظ إلى أن يلامس أعلى نقطة في الخرسانة الهافلة. نقوم بتشغيل المنضدة الهزازة وساعة التوقيت في آن واحد، ثم نراقب تغير شكل الخرسانة من خلال القرص الشفاف. فور ملاحظة التغطية الكاملة للسطح الأفقي للقرص الشفاف بمونة الإسمنت. يجب أن تتم طريقة العمل كاملا لفترة لا تتعدى 5 دقائق ابتداء من بدء ملء القالب.